رجلنا وطلعنا. دحين ما رايك يا عم عبد الله بالطريق والمخطط هذا اللي صلحنا له؟ فاشل فاشل تخطيطكم الاخر هذا فاشل. ليش؟ لين جوز طويل عريض. ايوه. ملاط ضويح يشتي له بلادن وما يسكيش بلادن. ايوه ايوه. يعني الاخر ما ينجزش والاول ينتهي كبس. اصبحنا بدون خط من مره، كان معانا حبسوك بجع سياره سياره. تشو تقطعوه؟ بيكبسوا فعلا. حكبسوه مع الكبس مع الاخر. طيب ما هو بالملاط بينضويح ما يصير حده. ما هو الحل المناسب يعني؟ الحل المناسب توسيع على الخط الاول وترصيف. احنا نقاجي معنا بقشه الان، قام معنا بقشه الحين شويه. ملي هذه البياس شويه توسع الحاصل وترصفه. ايوه. من باب الخطير الى السالة. وعمل مضمون مع عبارات مع عبارات معه خلاص ما عاد شيء مضمون ينتهي. ايوه. واذا كان الاول التخطيط عقل المهندسين ليو. عقل المهندسين فاشل. كمر. هو مهندس على حسب دولة ويحسب انه دولة. لا مواطن المواطن يفترقوا معاهم بقشة. يلا تكفي توسعة الحاصل وترصيفه. نغرز يعني تحت بزاعتنا نغرز. بزاعتكم لا 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 صلح الاخير المشروع. ولا سلم الاول، الاول اكتبس والاخر ما انجز. اصبحنا بدون من مرة. فاشلين. انتهت المهمة وصلت الفكرة. شكرا. وصلت الفكرة والله كلام مية مية. ما بش غيره هذا الكلام، ان نصبح بدون خط حتى للحمير. يضحكوا علينا الأمة بعدين. يضحكوا الأمة، كان معانا خط حبسوك شحنين تطلع سيارة سيارة ولو تصعبها شوية. نصبح بدون ما فيش، الأول اكتبس والآخر ما أنجزش، خلص البياس. ما تعمل. شكرا. لكن الآخر. كلام والله كلام. الآخر الخط الأول يوسع وأرصف وعبارات و وان شاء الله يصلح خط من ابدع ما يكون. ايوه هذا الكلام. جزيل الله. سلام سلام يا عم عبد الله.